أريدك ما أريدك ما أريدك، حتى لو تذبحني بيدك ما أريدك. ابن عمي ومثل أخويا، ودم وريدي من وريده، أما خطبة لاني لاني نرجع تشتريها، لاني عبدة من عبيدك ما أريدك. هذه القصة، هذه القصة قصة حمدة، حمدة الرمش اللي يتحدى، الرمش اللي ياخذ قلب الناس، الرمش اللي ما عمره ودى. حمدة، حمدة كانت أجمل وردة، بوجه الريح وصمدت مدة. حمدة كانت نكتة بمصحف، تحدت كل سيوف الردة. اليوم الأول، اليوم الأول تحدت حمدة، اليوم الثاني صرخت حمدة، اليوم الثالث نزلت دمعة، اليوم الرابع يوم الجمعة. دخلت أمه غرفة حمدة، دهشت رجفت عيوني تشذب، قلبي لجلج، خافت شافت جسمي مثلج، شعري تناثر فوق مخدة. صاحت جابب مروة كحلة، ماتت حمدة، ماتت حمدة. ثوب المخمل، ثوب المخمل مراية حمدة، المشت البكلة كلهم صاحوا، والصوت الرايح ما ودى. تبكي تبكي كل رمال السحرة، وتبكي كل نية حرة. حطه طير ورورنا وفوق تراب شمرة خدة. غطي حمدة برد الصيف مثل السيف، انا خايف انها تمرى بعينك. بغطي حمدة مني حمدة، هالارض هالارض اللي تحت جينا اكرم من فوق بمدة. حلفت امي، حلفت امي كل نسوان الديرة شهدن، انهن شافن بليل الجمعة فوق القبر الظلم حمدة. حلفن انهن شافن شمعة، الشمعة شمعة نور، وعليت عليت عليت الفوق 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 اللي ما تعرف حدا. حلفن انهن سمعن حمدة من جوات القبر صيح 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 تندى، ما اريدك ما اريدك ما اريدك، مع اشراف المعلمة مسحورية الرواجدة. انا انا يا صوريني صوريني. شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية، نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مديرة المدرسة حياة شبيلان.